تنسيق الثانوية العامة كليات شعبة أدبي في تنسيق المرحلة الثالثة 2020 عبر بوابة الحكومة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناة ترند، ولو الفيديو عجبكم ادعمونا بلايك وشير وفعلوا جرس التنبيهات، واللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة حتى يصلكم منا كل جديد ولا بين على التفاصيل. بعد ما انتهى طلبة الثانوية العامة من تنسيق المرحلة الثانية، أفصح وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن ميعاد فتح المرحلة الثالثة من التنسيق، وأيضا الإعلان عن المؤشرات الأولية للتنسيق والأماكن الفارغة ببعض الكليات والمعاهد، الشعبة العلمية بفرعيها والشعبة الأدبية أيضا، حيث إن المرحلة الثالثة من التنسيق هتفتح أبوابها للطلاب للتسجيل وتنسيق رغباتهم بيها عقب ظهور واعتماد نتيجة تخفيض الاغتراب. ونجد إن عدد التلاميذ أو الطلاب اللي قاموا بالتسجيل في الفترة الثالثة 86,000 طالب وطالبة. ميعاد المرحلة الثالثة للتنسيق، كتير من الطلاب بيبحثوا هم وأولياء الأمور عن الموعد المحدد والمعلن عنه لفتح باب تسجيل الرغبات، حيث تمكنوا من إلحاق رغباتهم ومعرفة جميع الكليات المتاحة ليهم والمناسبة لمجموعهم. ونجد إن هذا الميعاد هيكون بعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات المقدمة من قبل الطلاب. الأماكن الخالية في الكليات للشعبتين العلمية والأدبية، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي إنه هيبقى في أماكن فارغة في بعض الكليات اللي هي النظرية خاصة بطلاب الشعبة العلمية في المرحلة الثالثة، ويأتي على مقدمة تلك الكليات كلية الحقوق، كلية الآداب، وكليات السياحة والفنادق، كليات الخدمة الاجتماعية، وكليات التربية الرياضية، وباقي الكليات التي نجح الطلاب في امتحانات القدرات المخصصة بها. كما أفاد أيضا إن في هناك أماكن في العديد من الأماكن المتوفرة في الكليات اللي بتخص الشعبة الأدبية على قمتها كليات الخدمة الاجتماعية وكليات التربية الرياضية والعديد من المعاهد العليا وأيضا العديد من المعاهد المتوسطة. كليات الفترة الثالثة للشعب العلمية والأدبية، كلية التربية الرياضية بنات جامعة سوهاج، كلية التربية الرياضية بنين جامعة الوادي الحديث، كلية التربية الطفولة جامعة الوادي الحديث، كلية التربية النوعية موسيقية جامعة الوادي الحديث، كلية آداب تبعية جامعة كفر الشيخ، كلية آداب انتماء جامعة المنصورة، كلية تربية رياضية فتيات جامعة قناة السويس، كلية حقوق تبعية جامعة مدينة السادات، كلية دار العلوم انتساب جامعة المنيا، كلية تربية نوعية موسيقية جامعة بنها، كلية زراعة جامعة كفر الشيخ. كيفية التسجيل على تنسيق الفترة الثالثة لطلاب الثانوية العامة؟ يمكن للطلاب التسجيل بكل سهولة والطريقة كالتالي: كل ما عليك أن تدخل إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بالتنسيق من خلال الرابط، طبعا هسيبه لكم تحت الفيديو إن شاء الله. بعد كده تختار تنسيق الثانوية العامة، علشان هيكون عندك عدة خيارات. بعد كده قوم بكتابة الكود المخصص بيك واللي من المحتمل هتلاقيه موجود على الشهادة الخاصة بالثانوية. بعد كده هتقوم بكتابة الكود وتدخل إلى صفحة تسجيل الرغبات. ابدأ في تسجيل رغباتك على حسب الكليات المتاحة اللي أعلنت عنها الوزارة في الفترات الأخيرة. الكليات المتاحة: كلية الألسن العليا بمدينة ناصر، إدارة محاسبة تجارة خارجية، خدمة اجتماعية، تربية بدنية بنين، تربية بدنية بنات مدينة السادات، إدارة التقنية التجمع الخامس مدينة ناصر،
المعهد العالي لنظام المعلومات الإدارية، قسم نظم المعلومات الإدارية الجزيرة، معهد طيبة العالي المتواجد في سكارة، كلية التربية النوعية المتواجدة في المنصورة، كلية التربية الموسيقية الموجودة في السويس، المعهد العالي القطامية للدراسات المتطورة، المعهد الخاص بالعلوم الإدارية بالجيزة. تعرف على مؤشرات تنسيق كليات الحقوق للعام الدراسي الجديد. تنسيق كليات الحقوق 2020 بالمرحلة الثالثة، حقوق جنوب الوادي 310 درجة، حقوق أسيوط 308 درجة، حقوق أسوان 307 درجة، حقوق حلوان 307 درجة، حقوق الإسكندرية 307 درجة، حقوق الزقازيق 306 درجة، حقوق بنها 306 درجة، حقوق طنطا 303 درجة، حقوق المنصورة 301 درجة، حقوق مدينة السادات 298.5 درجة، حقوق انتساب العاصمة، حقوق انتساب العاصمة المصرية القاهرة 307 درجة، حقوق انتساب عين شمس 305 درجة، حقوق بني سويف 304 درجة. محددات وقواعد التغيير بين الكليات 2020. التغيير المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع. التحويل غير المناظر يكون باستيفاء الحد الأقل المقبول للكلية المرغوب التغيير إليها. الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي. التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني. لا تبقى تحويلات ورقية. التغيير يكون لمرة واحدة بس فقط. استيفاء شروط التحويل لبعض الكليات مثل اختبارات الإمكانيات التي أجريت قبل انطلاق تنسيق المرحلة الأولى. التمييز بين الطلاب يكون على مرجعية مجموع الثانوية العامة. التمييز بين الطلاب يكون على مرجعية مجموع الثانوية العامة. وفي النهاية ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وتفعلوا جرس التنبيهات وتشتركوا معنا في القناة حتى يأتيكم منها كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.